دايس الشمري من سكاكها قدر يحول مزرعته لمعرض فني مليان إبداع من غير ما يحتاج العمال أو فنيين. حتى خزان المياه حوله لطائرة هليكوبتر مع مراوح تتحرك مع الرياح، واستغل حركتها لشحن البطاريات كطاقة مترددة. خلونا نتابع قصته مع زميلنا أحمد العنزي في التقرير التالي. أنا لست متواجدا في مطار أو في معرض عسكري، بل متواجد في مزرعة يستثمر المواطن مواهبه الفنية. دايس بن عبد الرحمن الشمري، خلوكم معنا بهالتقرير التالي لنعرف. والله بدت أيام فترة الحجر وكورونا 2020، بدايتها بدت عند يعني أرسم على الجدران، يعني هي اللي حببتني يعني أساسا للرسم. يعني يمكن التصدير يطعمه يمكن حوالي 4 أيام، يعني فترة يمكن 2 إلى 1 شهر، يعني زي ما تقول مسافة 4 أمتار كذا تقريبا، يمكن جلس معي 1 شهر كذا. بس أنا الشغف عندي للجداريات أكثر من. طب كم أخذ منك وقت هذا؟ يعني بحدود شهر، أقل من شهر، يمكن 20 يوم، يعني من بداية يعني. بس الحديد هذا وشغله اللي يعني أضفناه عليه يمكن كمل شهر. الخزان هذا خزان ما عادي فايبر، لكن حطينا عليه موديل مروحية يتناسب مع يعني شكل الخزان اللي هي بوينغ OH6، يعني هو الطراز هذا يتناسب مع استدارة الخزان نفسه. المروحة الخلفية ما ركبناها لأن مفكر إن نخلي هذه تولد طاقة المروحة الأمامية. أقرب عمل يمكن اشتغلت بالحوش عند الوالدة، يمكن هو اللي قريب لقلبي وحب شغله عندي. المساحات عندك يعني عندك كباري فاضية، عندك دوارات فاضية، يعني مجرد خرسانة فاضية. يعني هذه هي المناطق المحببة لي، يعني هي اللي أقدر أشتغل بها. أنا والله أتمنى من مثلا منطقة يسلمون الجداريات نخدم المنطقة، وبعدين مناظر جمالية وزخارف من موروثنا. أكيد نشكر زميلنا أحمد العنزي على هذا التقرير. مشاهدينا خلينا نطلع فاصل سريع من بعده نرجع نكمل.